اسمح لي أنتقل لأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني وأريد أن أختم معك أيضاً. الآن يعني على ما يبدو أن الملف الأمني، وهذا ما ذكره ضيفي هنا أيضاً، أنه من أهم الملفات التي ربما يتم الحديث عنه اليوم في طهران. يعني روسيا لديها مخاوف أمنية، تركيا لديها مخاوف أمنية، إيران لديها مخاوف أمنية، ليس فقط في سوريا إنما في المنطقة. ما هي وجهة نظر الأمنيين في الدول الثلاثة في هذه القمة؟ نعم، وجهات النظر الأمنيين تركز على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو منع التصادم، يعني في العملية العسكرية المتوقعة في تركيا يتم مناقشة آليات منع التصادم ما بين تركيا وإيران، ما بين تركيا وروسيا، ما بين تركيا والنظام في الملف السوري. المستوى الثاني مستوى بناء الثقة، يعني المشكلة الرئيسية ما بين دول الخليج وإيران عدم وجود ثقة نتيجة لتجارب سابقة. نفس الكلام ما بين تركيا وروسيا، نفس الكلام ما بين تركيا وإيران في مسألة الدول الضامنة في منطقة خفض التصعيد في سوريا. لذلك خطوات بناء الثقة يتم مناقشتها، يعني نحن نعم متفقين على ضرورة عدم النزاع، ضرورة عدم التصادم في المنطقة خدمة لأغراض الغرب أو خدمة لواحد من المحاور، لكن كيف نبني الثقة؟ بناء الثقة يحتاج بعض الخطوات. لذلك رحبت السعودية ورحبت إيران بأي مبادرة طالما أنها تراعي خطوات بناء الثقة. المستوى الثالث هو ما بعد مرحلة بناء الثقة، وهنا نأتي على المشروع الذي يتم الحديث عنه، مستوى الاقتصاد، مستوى حل دول النزاعات، يعني مثلا حل المشكلة اليمنية، حل المشكلة السورية، حل المشكلة الليبية، كيف آلية التعاون ما بين دول المنطقة في حل هذه المشكلات. وهذه المستويات تستغرق عدة سنوات، لكن الأولوية حاليا في قمة طهران هي خطوات منع التصادم المباشر ما بين تركيا وهذه الدول.